ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه باعة، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا من وصول أهل السنة والجماعة أن المسلم يكون مع جماعة المسلمين ومع رعية المسلمين، وأن يطيع ولي الأمر المسلم قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال صلى الله عليه وسلم حديث الأرباب بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. المراد الطاعة بالمعروف، فطاعة ولاة الأمور أمر واجب لأمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعصيتهم أمر محرم ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك بالمعروف، والخروج عليهم مذهب باطل لا يجوز الخروج عليهم. وعليه هذا الوعيد الشديد الذي ذكره السائل في الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يموت ميتة جاهلية والعياذ بالله. وهذا إنما عرف عن الخوارج الذين هم من أهل الضلال أو هم أشد أهل الضلال الذين خرجوا عن طاعة ولي الأمر المسلمين ولي أمر المسلمين. هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فإن من أصولهم طاعة ولي أمر المسلمين بالمعروف وتحريم الخروج عليه لما يترتب على طاعته من المصالح العامة والخاصة من اجتماع كلمة المسلمين ومن إرهاب العدو ومن بسط الأمن وتنفيذ الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومما يلزم من الخروج عليهم من المفاسد من سفك الدماء وتسلط الأعداء وتفرق الكلمة وغير ذلك من المحاذير العظيمة التي تهدد كيان الأمة الإسلامية. وهذه سنة الله جل وعلا في خلق. الواجب على المسلمين السمع والطاعة لولاة أمورهم ما لم يروا كفرا بواحد، كما قال صلى الله عليه وسلم لما أخبر صلى الله عليه وسلم عن أولاة يأتون في آخر الزمان ويقيمون الصلاة عن وقتها، قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا واسمعوا وأطيعوا وإن أخذ مالك وضرب ظهرك ما لم تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، ومن خالفه فإنه يكون على عقيدة الجاهلية ويكون في جمرة الفرق الضالة من الخوارج والمعتزلة. الله العافية والسلام. جزاكم الله خيرا.